السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعل أن الخوف من المستقبل والهم والغم من أبرز أمراض العصر الذي نعيش فيه، فهل هذه الأمراض علاج في الدين الإسلامي؟ يقول الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه: عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله تعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل، فإني سمعت الله بعقبها يقول: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وعجبت لمن اغتم ولم يفزع إلى قول الله تعالى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإني سمعت الله بعقبها يقول: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وعجبت لمن خاف مكر الناس ولم يفزع إلى قول الله تعالى: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، لأني سمعت الله بعقبها يقول: فوقاه الله سيئات ما مكروا. وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها ولم يفزع إلى قول الله تعالى: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لأني سمعت الله بعقبها يقول: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خير من جنتك. وأخيرا، ما الفرق بين الخوف والغم؟ الخوف دائما من مصدر معلوم، أما الغم من مصدر غير معلوم. والحمد لله على نعمة الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.